احنا النهاردة رحنا عزبة صفيح في بوسوير في محافظة الإسماعيلية، بيسكنها 10,000 نسمة بيعانوا من مشاكل كتير أخطرها عدم وجود الصرف الصحي. كان في مشروع لتركيب الصرف من 15 سنة وتوقف، ده غير غياب الخدمات. أغلب الناس هناك عمال يومية أو أرزقية بلا دخل ثابت. كمان بيواجهوا مشكلة تانية، إن في 65 منزل بيعيشوا فيها مئات الأسر بجوار شريط السكة الحديد، كانوا مأجرين الأرض من السكة الحديد ب30 قرش للمتر من 50 سنة تقريبا، لكن الهيئة فاجئتهم بأنها بتطلب 90 جنيه إيجار للمتر الواحد، يعني اللي كان بيدفع 9 جنيه مطلوب النهاردة يدفع 9,000 جنيه، وطبعا عجزوا عن الدفع، فالهيئة رفعت قضايا وكسبتها وبتطلب طردهم والحجز عليهم. الناس في عشر الصفيح في بوسوير محتاجين حل وتدخل من رئيس الوزارة وزير النقل. تعالوا نشوف حكايتهم ايه. احنا في محافظة الإسماعيلية وفي مدينة أبو سوير في منطقة عزبة صفيح، 10,000 نسمة بيعانوا من عدم وجود المياه والصرف الصحي ومشاكل أخرى كثيرة. تعالوا نشوف الناس عايشين إزاي في عزبة صفيح في أبو سوير محافظة الإسماعيلية. مشاكلكم ايه؟ احنا مشاكلنا بتتمثل في النظافه، دي واحد. عندنا مشاكل ثانيه ان الناس في حاله فقيره لا يرثى لها. اللي طب احنا عندنا مفيش في بلدنا هنا مشروع نقدر نقول عليه ان هو يخدم شبابنا، مش موجود، مفيش حاجه، مفيش مصنع، مفيش حاجه يشتغل فيه اكتر من ان الاستثمار في اسماعيليه، ومعظم شبابنا اللي بيقدر يروح يشتغل يعني 15 يوم 20 يوم وبيمشوه ما بيخلوهمش. لو ماسوره ميه ضربت تقعد بالاربع ايام عبال ما يجي حد يصلحها. انت عايشة هنا ازاي؟ ده ايه ده؟ ده بيت ده ايه ده؟ مفتوح السقف. عايشة كده. انت عايشة كده ازاي؟ مش لاقية سكن. بقالي كم سنة قاعدة هنا؟ بقالي فترة يعني. بقالي فترة. يعني شايف السقف هنا مفتوحة؟ مفتوح بدور على مكان مش لاقية. عايشة انت يومين هنا؟ مفيش، لوحدي. وفين ولادك؟ مفيش، معايا ابني وابني اتجوز بره بعيد عني، وانا قاعدة لوحدي. بتصرف ازاي قولي لي؟ بصرف من الشؤون بتديني 100 و110، بدفع 70 جنيه والباقي بروح يعني اشتغل في اسماعيليه عند الناس. تعيش على معاش الشؤون بس؟ الشؤون بس. وبعدين هنا بقى ايه؟ برشام بتاع الضغط والحاجات اللي تحت. احنا ممكن نعملك ايه قولي لي؟ اللي هواك فيه يعني. انت قولي لي عايزه ايه؟ انا عايزه حته اوضه، واوضه وصاله بس. الاوضه دي بص مكسوره ازاي دي، تعالى. ازاي؟ وبعدين انا عايزه سكن بس مش لاقيه يعني. يا امي ربنا يديك الصحه. الله يخليك. يعني زي ما حضراتكم شايفين السقف هنا كمان شكله ايه، عشان بس نوري نوري المشاهد. بصوا حضراتكم السقف هنا مفتوح. السقف ده الحمام يا حاجه؟ انت عندك ميه هنا؟ لا ما فيش ميه، لان ما عشوائي، لان هنا بيت بالطينه. ما فيش ميه؟ ما فيش بيت طينه. ولا مجاري؟ ولا مفيش مجال في البلد اصلا. طب بتعملوا ايه؟ بنعمل ايه يعني؟ بنجيب عربيات الكسح، بتيجي تكسح العربيات، يا اما العربيه الصغيره المؤاخذه اللي هي العاديه ديك بيجي. كل المنطقه دي مفيش فيها ميه ولا مجاري؟ في ميه في المنطقه بس مجاري مفيش. عموما مجاري مفيش خالص. طب هل وعدوكم هيدخلوا مجاري؟ بيقولوا انها هيدخلوا مجاري وفي شغل شغال بيقولوا، بس بعد يعني شايف في بنايات جنب العزبه هنا. يعني مفترض زي ما عندهم اكيد ميه ومجاري، دخلوكم ميه ومجاري ولا ايه؟ مفروض. وبعدين هم شغالين يعني، يشتغلوا يوم ويبطلوا 10. انت يعني تحب تقول للسيد محافظ اسماعيليه ايه؟ اقول يعني يهتم بالبلد شويه في كل مشاكلها.
سلامتك، عندك ايه؟ انا رجلي النص ده كده ما بحسش بيه خالص، وبقالي اكتر من 3 شهور دلوقتي قاعده. كنت الاول بمشي على عكازين، دلوقتي ما بقدرش، دراعاتي بتوجعني وما بقدرش امشي. فواخده اجازه من الشغل، مش بقدر امشي خالص ولا بقدر امشي على رجلي. خدت علاج كتير وعملت اشعاعات، الدكاتره كلها قالوا ما فيش حاجه، بس مش عارفه اللي عندي ده ايه. من السكر عالي، قال السكر ما بيعلاش من الاكل يا ماما وكده، والتهابات اعصاب جامده ما بقدرش. وقفت بروح رجلي بتتني، بروح واقع على طول. السلام عليكم. تعالي شويه، انتوا مين هنا في البيت؟ انا وجوزي ومحمد ابني ومحمود معايا. مشاكلكم هنا ايه؟ قول لي. المنطقه هنا اولا المجاري فيها طبعا الحاجات. مش مجاري ها؟ هنا عشوائيات، يعني ليا في الشهر تقريبا بنزح مره ب 150 جنيه. طب اروح فين واعمل ايه؟ لان مفيش عربيات المجلس بتيجي هنا. طلباتكم ايه؟ طلباتنا ان هي تشوف علاج او كرسي او حاجه. وانا برضو في عندي كليه واقفه ونقرس وسكر وضغط، فالحاجات دي يا دوبك المعاش يا دوبك بنصرفه عليك. عايزه كرسي اقدر اطلع بيه، زهقت من القعده، عايزه اشوف الناس، عايزه اطلع بره. قلت لك كتير. مين هنا؟ انا ولادي 4، 3 خريجين، في بنتي الكبيره شغاله بالحصه في التربيه والتعليم. ايه ده؟ قش ده ولا ايه؟ بوس سيادتك. بوس؟ اه هو البلي. ده بتعمله في الشتاء؟ والله الميه بتنقع علينا. الميه بتنزل علينا. مشاكلكم هنا ايه؟ قول لي. مشكلتي انا بالنسبه لولادي الخريجين دول مفيش اي شغل ليهم ولا حاجه. في جهاز. بتشتغل انت ايه؟ انا بشتغل نقاش بس تعبان. كان حسن حسي على صدري من البويات والحاجات دي. بتخضى من الشؤون 120 جنيه.